السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هالوقت القصير هذا أرجوكم أنكم تسمحوا لي أني أقضي هالفترة البسيطة وأشرح لكم شيء كبير جدا. ما أدري أنا كيف بوفي المعلومة وكيف أني بوصل المعلومة، ولكن الفهيم راح يفهم والبخيص راح يبخص والمحب راح يتفهم. والموضوع هو طبعا حملة فينا خير. حملة فينا خير هذه مثل ما يقول الكتاب من عنوانه، اليوم هو يوم اللي الوطن اللي ربينا فيه واللي كلينا من خيره واللي عشنا في ذراه وعشنا في ظل قيادته الرشيدة، اللي اليوم نشوفه في وقت هالجائحة الكبيرة، إلا أن الوطن هذا صامد بشعبه وصامد بقيادته، والحمد لله متصدر في محاربة هذا الفيروس اللي راح إن شاء الله ينزاح في القريب جدا. البحرين كلمة كبيرة ما أقدر أشرحها في دقيقة دقيقتين من هذا الفيلم، ولكن إش كثر تستاهل البحرين؟ إش كثر تستاهل البحرين؟ تستاهل أرواحنا. لا تنسون عندنا شهداء، لا تنسون عندنا أبطال ضحوا بحياتهم عشان هذا العلن. وهذه إذا تبغون شيء أعلن لكم في العلن، هذه أمنية، وأمنيتي أني ودائما أطلب رب العالمين أنه ما يأخذني مريض على سرير، يأخذني وأنا في سبيل هذا الوطن، يأخذني وأنا أسعى لهذا الوطن والمواطن. الله يقدرني إن شاء الله على قد دعاي اللي هو فعلا اللي أنا أتمنى. المراد، موضوع فينا خير، إحنا حقيقة فينا خير. الحملة هذه في لها أبعاد كثيرة. الدولة وانتو عارفين دعمت الاقتصاد الوطني، تسعى ليل نهار انها تدعم الاقتصاد الوطني عشان يبقى الاقتصاد منتعش وعشان تبقى الحياة ماشية. خذنا اجراءات جدا سليمة ان تصدر احنا دول العالم في حالات الشفاء، ونحاول قد ما نقدر ان احنا نمشي سير العمل. ولكن هل احنا بحاجة كذا 100,000؟ هل احنا بحاجة كذا مليون؟ لا، اللهم لك الحمد، جلالة الملك الله يطول عمره بأوامره نفذ المطلوب، ضخ مليارات اللي دعم الاقتصاد في مملكة البحرين. ولكن حملة فينا خير هذه تعطينا الفرصة، تعطينا الشرف المشاركة، إن عشان يوم الحساب أوقف وارفع راسي وأقول أنا ساهمت بلادي وساهمت يوم وقت الشدة. لأن النوع الثاني تعرفون شو بيسوي؟ بيدس راسه في الرمل، بيقول ما ظنيت ان هذا اليوم بيجي، ما ظنيت ان راح العالم يتشافى، وما ظنيت ان بلادي راح تتشافى. فاللهم لك الحمد، احنا نشوف اليوم ان احنا نمشي في خطى جدا سليمة. ولكن ان شاء الله ان تكون عندنا هذه الفرصة ان احنا نقدر نساهم باللي نقدر عليه. فارجوكم لا تاخذوني من منطلق المسؤول او منطلق الشخص يعني في عجلة أو مطبخ القرارات. أنا ناصر، محب للبحرين في مكاني الرسمي أو في مكاني الخاص، آسف ما يلزمني لباسي الرسمي وإلى آخره. أتبرع أنا شخصيا بمليون دينار حق حملة فينا خير. قليل جدا، قليل قليل، هذه قطرة في ماي باللي تستاهل مملكة البحرين. فهذا اللي أنا أقدر أحطه الآن، وعشان أحط الضغط المباشر على أصحاب الشركات، أصحاب المؤسسات، واللي كل واحد كان موجود في البلد وكلم الخير البلد، إنه يعيد حساباته ويقول هالسنين ذي كلها اللي أنا انتفعت من وراء البلد، شنهي خسائر شهر شهرين، شنهي اليوم الإمكانية اللي أنا أقدر أسويها، وشنهو اللي أنا أقدر أقدمه للبلد. جانا اليوم اللي إحنا كنا نتكلم فيه، جانا اليوم اللي احنا نقول شو اقدر اقدم للبلد. هذا هو اليوم، هذا هو اليوم اللي عقبه يوم الحساب. فارجو من الجميع ان يعذرني على القليل اللي انا قدمته لمملكة البحرين، واتامل ان شاء الله اتابع هذه الحملة واشوف الارقام هذه في ازدياد واشوف تكاتف. ترى مليون او دينار كلها واحد، اذا مواطن قدم دينار واحد والله العظيم قسما بالله إن جلالة الملك وكل مسؤول في مملكة البحرين راح يشوفها بقدر 10 مليار. بس أبي أشوف اسمك،
أبي أشوف اسمك إن أنت حطيت دينار واحد عشان بكرة أفتخر وأقول البحرينيين تكاتفوا والبحرينيين وقفوا لبلدهم اللي كلوا من خيره وعاشوا في ذراه. فهذا هو اليوم اللي احنا ننتظره، هذه هي الوقفة اللي احنا نتأملها. واسمحوا لي اني اطولت عليكم لان الموضوع اكبر بكثير من كم دقيقة اقدر اشرح لكم اياها، فالعذر والسموحة على التقصير مرة ثانية. لكن في ختام هذا الكلام اللي اقدر اقوله ان احنا فعلا فينا خير، والله العظيم فينا خير. هذه المحن اللي احنا نمر فيها هذه امتحانات، لازم نشوف النهاية ونشوف العبرة بإذن الله بالناس اللي قاموا بواجبهم الوطني. وعشان ما أعيش أنا يوم من الأيام شايل هم أني أنا ما ساهمت، فأنا الحمد لله أبريت ذمتي. أتمنى من الجميع أن يبري ذمته وياي. وقفتكم مطلوبة اليوم، ونبي نروي قيادتنا الرشيدة شن هو مواطنينهم اللي وقفوا وياهم. ولا تنسون هالشي، الملك الله طول عمره باع كل شيء، وتعرفون الشرى، شرى صحتكم وسلامتكم. نقدر نقدم اللي نقدر نقدمه اليوم ما يوفي بهالشيء هذا، ولا يوفي بحق الله طول عمره. شكراً.